طبعا يمكن مباراة من في البطولة الأفريقية بالتأكيد، والبطولة الأفريقية من الحاجات اللي بتاخدها على مراحل، يعني مباريات بتبقى تسبق دور المجموعات وبعدين مباريات المجموعات وبعد كده بتخش في الثمانية والسيمي فاينال والنهائية. لكن في النهاية كل مباراة وكل مرحلة بيبقى لها ظروفها وضغوطها وأحداثها. يعني مباراة في أجواء صعبة، في جو ممطر بشكل مش كثيف لكن بيأثر على أرضية الملعب، لأن أشبه بتبقى بالطينة كده داخل الملعب، فبتدي صعوبة في الحركة وصعوبة في نقل الكرة. لكن الاستحواذ الحمد لله كان عالي جدا. المباراة كانت النادي الأهلي تسيطرها تماما من بدايتها لنهايتها، الحمد لله وفقنا في إحراز هدفين عن طريق صلاح محسن ووليد سليمان. تغييرات الراجل كانت إيجابية جدا الحمد لله. يمكن في النهاية دي مباراة مهمة جدا ان احنا كنا نحقق فيها نتيجة إيجابية، بمجرد ما انتهت بقى خلاص احنا عندنا مباراة في السوبر مع نادي الزمالك يوم 20 ان شاء الله يوم الجمعة اللي جاية، هنقفل الصفحة ديت ثم هنعود لها تاني ان شاء الله الرحمن في وقتها. يعني من البلاد الحلوة جدا، يعني غينيا طلع فيه ثلاثة غينيا، يعني في غينيا الاستوائية وفي غينيا بيساو وفي غينيا كوناكري. يعني لكن غينيا الاستوائية من البلاد الحلوة جدا، عدد سكانها قليل، الأجواء والطبيعة فيها حلوة جدا جدا جدا، ناسها إلى حد كبير طيبين جدا. يعني الناس برضو نشكرهم، يعني الحقيقة كانوا متعاونين معنا جدا، سمحونا إن احنا نتمرن مرتين على الاستاد، ودي حاجة كويسة لمكانة الأهلي وقيمته في أفريقيا. يعني أفريقيا هي أفريقيا طبعا بالتأكيد، لازم عندك الاستعداد الشديد جدا جدا لكل حاجة ممكن تقابلك، سواء كانت خطوط طيران أو كانت بعض الأجواء الخاصة بالبلد نفسها وظروفها والفنادق. أنت رايح تلعب كورة مش رايح تعمل شهر عسل يعني، فأكيد تبقى مستعد للأجواء اللي أنت هتقابلها أو الأوتيل اللي ممكن تقعد فيه أو الملعب اللي ممكن تلعب عليه. هي دي أفريقيا.